ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده فلوج جديد، انا بتهيألي الفلوج ده رقم 16 او 17 مش عارفه، بس اكيد هيظهر لكم على الشاشه. وانا عموما ابتديت ارقم الفلوجز بتاعتي عشان لو حد شاف فلوج وما شافش الفلوج اللي قبليه يبقى عارف ان الفلوج ده رقم كذا وانا فاتني رقم كذا وكذا، فعشان كده دايما برقم الفلوجز بتاعتي. النهارده الجمعه، النهارده تقريبا يوم 12، مش عارفه برضو اكيد التاريخ هيظهر لكم، كل حاجه هتظهر لكم دلوقتي. النهارده طبعا هننزل نخرج، محمد يخرجنا، ماما عندي زي ما انتم عارفين يعني لسه ما سافرتش، ان شاء الله هتسافر يوم 18 اللي جاي ان اراد ربنا. فهي الصراحه من ساعه ما جت واحنا قاعدين في البيت مقندخين ما بننزلش خالص، فهاخدها النهارده بقى وننزل نخرج. هي جات لي كذا مره قبل كده يعني ما كنت عيانه، ومره قبلها بس، ولا مره راحت دبي مول، ولا مره شافت برج الخليفة، ولا مرة راحت السيتي ووك. دي حاجات صراحة انا عايزة اوديها لها، يعني نروح نتمشى نغير جو. واليومين دول الجو الحمد لله بقى كويس جدا، يعني ابتدى ما يبقاش حر، فدي يعني نعمة كبيرة جدا، لان احنا عندنا هنا ايه، لا صيف لا شتاء، عارفين، والشتاء فترته قليله جدا، فما بنحسش ان احنا بنقعد فتره طويله في الشتاء. يعني اغلب لبسنا ما فيهوش لبس شتوي، يعني انا ما بشتريش لبس شتوي غير لما بنزل مصر. anyway المفروض دلوقتي ان انا هعمل القهوه لاني محتاجه ان انا افوق، هعمل ساندوتش وقهوه، وبعد كده بقى نبدا نجهز ونشوف يومنا هيمشي ازاي. هوريكم الميك اب، هوريكم اللبس اللي هلبسه، وننزل مع بعض ونكمل اليوم مع بعض. وان شاء الله الفلوج ده يبقى طويل، ان شاء الله ان شاء الله، لان انا عارفه ان انتوا الفلوج اللي فات لسه صاحي منه مش عارفه زوري ماله. اوكي الفلوج اللي فات انا عارفه ان انتوا زعلتوا عشان كان الفلوج صغير، بس بجد كان نفسي اصور لكم اكتر من كده، بس عشان انا كنت مطبقه قبلها بيوم، فاما صورت لكم الفيو الصبح والكلام ده كله فعلا ما كنتش فايقه ان انا اتكلم كلمه. وانا من الناس اللي لما ببقى عايزه انام خلاص ما بشوفش قدامي وما بتكلمش كلمه، ففعليا كنت هموت وانام. فبس كده ان شاء الله الفلوج بتاع النهارده يبقى طويل عشان انتوا بتحبوا الفلوجات الطويله. ويلا خلينا نعمل القهوه، بس خليني اوريكم الاول المجات الجديده اللي انا جبتها للقهوه، حلوين قوي. يلا احط الموبايل، احط قصدي الكاميرا على الستاند واصور لكم او اوريكم شكل المجات الجديده اللي انا جبتها. اوكي حلوين، ده الشكل المج الجديد. هم ساعات كده بيتباعوا تقريبا، هم اربعه بيبقوا في بتاعه كده، وده شكله جبته من محل اسمه نستو هنا في عجمان، بس الفرع الجديد اكيد البنات اللي في عجمان هيبقوا عارفينه. كان السات دي ب 12 درهم، فبجد كانت حلوه جدا وعجبني شكله. يمكن اول حاجه شدتني ليه ان اول حاجه شفتها كان زيهم بس مكتوب عليه يوتيوب وانستجرام، الصوره بتاعت يوتيوب وانستجرام وتويتر وفيسبوك، بس بعد كده حسيت ان هو مش شخصيتي قوي، يعني ما بحبش الحاجات اللي هي الفقعه الملونه قوي، بحب الحاجات اللي عليها بس حاجه سامبل قوي كده، والشكل ده كمان عجبني قوي طول خدتهم. فيلا خليني اعمل القهوه وبعد كده نشوف بقيه يومنا. اكيد انا مش هحط معاكم ميك اب اون كاميرا، بس ممكن يبقى خطوات سريعه كده، يعني اللي هو مبقاش مركزه قوي في الميك اب يعني معاكم في الفيديو وبس كده. حلوين، يلا رغيت كتير، انا عارفه رغيت كتير. يلا خلينا نعمل القهوه. حلوين كده القهوة دان، وعملت ساندويتش نوتيلا، انا بحب النوتيلا زي فهد بالظبط، ويمكن اكتر، يمكن دي اكتر حاجة اتوحمت عليها. انا اكلت بتاع 7 كيلو نوتيلا وانا حامل اصلا، فهاكل الساندويتش ده. والنهاردة ماما عملت لي يعني امبارح من امبارح نقعتها لي، عملت لي بليلة، يعني مش عارفة انتوا بتحبوها لا، بس انا بموت في البليلة، فاول ما اخلص على طول اخد لي كده كوباية بليلة برضو في الطريق، لان انا نفسي فيها جدا وانا ما بعرفش اعملها، فما ماما جت استغلتها بقى، يعني هستغلها كمان لسه انها تعمل لي رز بلبن، فهروح افطر. اوكي حلوين، هبتدي دلوقتي ان انا احط ميك اب معاكم، بس اول حاجه هاخد اللبان ده بحبه جدا، هو اللبان كده وملفوف عليه اسمه ايه، كاندي كوتون او غزل البنات، فهاخد منه كده حته. وجبت كمان كوبايه ميه عشان اشرب شويه ميه، لان انا مصدعه وبيقولوا ما تشربي ميه وانت عندك صداع بيضيع الصداع، بيقولوا يعني. anyway
هقعد احط ميك اب كده معاكم في السريع، بس مش هيبقى ان ديتيلز، يعني هوريكم بس الحاجات اللي انا هستخدمها على الكاميرا، لكن مش هوريكم يعني طريقه الميك اب. احنا عارفين القناه دي ملهاش اي علاقه بالميك اب، بس يعني ايه كده، يعني هوريكم الميك اب اللي انا هستخدمه النهارده. هستخدم البرايمر ده من عند ماك اللي هو اسمه بريب ان برايم، وبعد كده هستخدم الفاونديشن ده بتاع اوفيس، وهو درجته غامقه جدا عليا، فهفتحه شويه بالدروبس دي من عند بادي شوب اللي هي اللي بتفتح. درجه الفاونديشن ده X0017، هو درجته غامقه جدا. بعد كده هستخدم الكنسيلر ده من عند كاتريس اسمه ليكويد كاموفلاج، درجته 005 لايت ناتشرال. الكنسيلر ده حلو جدا عشان مش بيكسر تحت العين، فدايما انا ببقى خارجه بستخدمه. وبعد كده هستخدم اللوز باودر دي من عند اير سبان، ده لونها انا بستخدمهاش كتير الصراحه، بس يعني ايه بتثبت حلو، بس انا مشكلتي معاها ما ينفعش تعملي بيها بيكنج خالص، بتبيض قوي تحت العين، فانا هثبت بيها بس خفيف لكن مش هعمل بيكنج. بص بقطع، مش عارفه بقطع ليه. ودايما بعد ما خلاص حطيت الفاونديشن وحطيت كنسيلر وثبتت الباودر وكل حاجه، هرسم بعد كده حواجبي بمسكره الحواجب دي من عند اوفيس رقمها 2، وكمان هرسم شعره بالقلم ده اللي انا كنت جايباه من عند الشي، انا هحط لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. الاي شادو النهارده من الباليت بتاعه مايك سينما، لان الوانها الصراحه بيجمنت وحلو، وبعد كده هاخد اللون الاسود ده وهرسم بيه اي لاين. بعد كده من الباليت بتاعه ستيريو فيس اللي هي بتاعه شي ان، هاخد اللون الاصفر ده وهنضف بيه تحت العين او ينورها لي اكتر، وبعد كده هاخد اللون ده بتاع البرونزر وهعمل برونز لكل وشي، وهستخدم برضو البلاشر ده من عند شي جلام، شكله ناعم قوي على الوش. وبعد كده هاخد الهايلايتر ده برضو كنت جايباه من شي ان، مش عارفه الفيديو النهارده كله شي ان. استخدمت جوه عينيا القلم من نود ده من عند ويت ان وايلد، هو المفروض انك بتنضفي بيه تحت الحاجب، بس انا بحطه جوه عينيا عادي. وهحط بعد كده الماسكارا دي من عند ايسنس اللي هي اسمها ذا فولس لاش، وحطيت الليبستيك ده من عند بي اتش كوزماتكس اسمه يا رب اعرف اشوفه، اسمه ستيفاني، الدرجه دي اسمها ستيفاني. وهحط عليها قبل ما انزل الليبستيك ده من عند اربن ديكي، ده اسمه 1993 كومفورت مات، عشان يطري لي شفايفي شويه، لان بتاع بي اتش كوزماتكس بينشف الشفايف. بعد كده هحط السبراي ده اللي هو بتاع فوريفر 52 اللي جوه الازازه بتاعت ماك، وهرشه على كل وشي عشان يقلل شكل الباودر، لان الاير سبان مش بحب الفينش بتاعها على الوش كده، بحسها بتنشف وشي قوي، فلازم احط سبراي عليها. وبس كده يا حلوين، هقوم اجهز وارجع اوريكم الاوتفيت اللي انا هلبسه. اوكي يا حلوين، ده الاوتفيت اللي انا لبسته النهارده، هو بنطلون وايت كده جينز كنت جايباه من عند شي ان، وبرده السويت بودي ده برده جبته من عند شي ان، هو مايو كده من تحت وبيخش من تحت الهدوم وفي خطين كده، برده هحط لكم اللينكات بتاعه القطعه دي تحت في الديسكربشن بوكس. وهاخد عليه كاردجن كده احطه على كتفي، لان طبعا مش هينفع امشي كده، بس اتقول ده الاوتفيت. خليني اوريكم الشنطه كمان، استنوا. اوكي دي الشنطه اللي انا هلبسها، هي لونها اصفر كده، خليت البندانة اللي هنا نفس لون الشنطه. وبس كده يا حلوين، هحط لكم برده الصفحه اللي بعتت لي الشنطه دي تحت في الديسكربشن بوكس، هي على انستغرام وتقريبا هو موقع، فبرده هحط لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. وبس كده يا حلوين، يلا خلينا ننطلق، يلا. دي برضو من عند شي ان اللي هي مكتوب عليها عاشق، حاطه لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس، قولوا لهم باي ماما، قولوا لهم باي. يلا بينا. اوكي يا حلوين، نزلنا الشارع ومحمد مديني مفتاح العربيه، اقصى حاجه اقدر اعملها في عربيه محمد هي ان ادورها، يعني ده اقصى حاجه اقدر اعملها، لان ممنوع هنا ان انا اسوق، فدي اقصى حاجه يعني. سعيد يعني لو مش ممنوع اكيد كنت هسوق يعني، بس هو طبعا عشان انا معيش رخصة فمش هعرف اسوق. يلا تا 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 تا. انا من الناس اللي لو بجد 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 استنى عشان بتاع ضلمة، يعني انا من الناس اللي لو فعليا معايا رخصة محمد مش هيعرف يجيبني من الشارع حقيقي، بس اقصى حاجة اقدر اعملها هي اني ادور العربيه، منزل مصر ان شاء الله ابقى اطلع رخصه ونخرب الدنيا. بس كده يلا خلينا نركب واثبت الكاميرا ونكمل الفلوج مع بعض. العاده
لازم ننسى حاجه، يعني دي خلاص حاجه طبيعيه جدا في حياتي ان انا دايما انسى. نسيت الكارديجان اللي انا المفروض هنزل بيه، ونسيت اخد صوره من على اللابتوب. المفروض كنت انزل لكم فيديو النهارده على انستجرام وهنزل احط لكم صورته. وكمان محمد نسي الولاعه بتاعته فطلعت ليه. كالعاده يعني لازم انسى حاجه. اوكي حلوين، وصلنا دبي مول، وده الاستاذ فهد، ودي ماما. معلش بس فهد نكد علينا شويه، ده لقى الشاي في العربيه عند محمد. وعموما الرجاله ما بيحبوش حد يبهدل لهم العربيات بتاعتهم عموما يعني، فتخيلوا ده لقى الشاي عند، يعني يا ريته غصب عنه ده عند. روق كده يا حب روق. فهد منكد عليه نكد مش طبيعي. خد بس خد اهي محمد، خد بس بص تعالى قول لي بس ايه اللي مضايقك. طب صور الحتة عشان نعرف نرجع. بصوا احنا دايما لما بنيجي هنا دبي مول، ثواني يا فهد، لما بنيجي هنا دبي مول دايما بنتوه ودايما بننسى مكان العربية فين، لان المول كبير جدا وفي كذا باركينج، فدايما دايما بنسقط احنا كنا راكنين فين. فبنتبع بقى سياسة التصوير ان انت تصوري المكان اللي انت ركنتي فيه عشان نعرف يبقى سهل يعني ان احنا نلاقيه. يعني مش عارفة اصلا انت سامعيني ولا لا بالكمامة دي، بس it's okay. محمد انا عايزة زي دي. اه جميلة الصراحة، حلوة. انا عايزة زيها. بقولك ايه، خب بس خب جري هرب. بس بجد شكلها حلو قوي. بصوا خليني اعمل لكم زوم. علمنا المكان اللي احنا ركننا فيه بالجمل اللي ورا ده، فلو تهنا هنروح سالين يا جماعه فين الجمل، فيقولوا لنا الجمل هنا، فنبقى خلاص كده عرفنا. خلاص يا محمد العلامه ايه؟ كلمه السر ايه؟ كلمه السر ايه عشان نلاقي العربيه؟ عند الجمل. عند الجمل احنا كلمه السر عند الجمل. عامله ايه ماما؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا تمام زي الفل. ولا بس ابني تعبني قوي قوي. يا جماعه بص اقول لكم على سر، على سر، انا وماما زمان والله العظيم بجد فعليا ما كناش بنطيق بعض. والله انا عارفه ان الكلام ده ناس كتير قوي هتضحك عليه، كل بس فعليا مش طايقه مامتها علشان لا مش طايقاها، بس ايه بيبقوا مش متوافقين او الدماغ مش شبه بعض. بس هي الام عايزاكي احسن منها، فهي ايه احنا ما كناش الاول يعني نتفاهم خالص. يعني هي مثلا ايه تقول فوق انا اقول تحت، دايما ايه لا ما هي مش عداوه، مش لدرجه عداوه، بس ما كناش متفاهمين خالص. بس بعد كده مع الوقت بقيت ايه انا وهي يعني عارفين قريبين قوي، ودايما بنتكلم مع بعض ودايما فيديو كولز وكده. فدي المشكله بقى عند كل البنات ان هم بيبقوا قافشين الاول من مامتهم، بس بعد كده مع الوقت الموضوع بيفك يعني. فبس فتقولي ايه بقى للبنات اللي دايما يبعتوا لي تعالى يا اودا، دايما يبعتوا لي يقولوا لي احنا مامتنا بقى ما بترضاش تخلينا نحط ميك اب، ما مش متفاهمه معانا، بتزعق لنا طول الوقت. كلنا مرينا بكده، كلنا. بس ما حدش هيخاف عليكي اكتر من مامتك. بالظبط، يعني حدش هيخاف عليكي اكتر من مامتك، ومحدش هي في الدنيا دي كلها يحبك اكتر منها. بس هي بس الاول كده عشان انت بتبقي دماغك شتة الاول. روح لبابا يلا يا دود. انت الاول بتبقى دماغك شتة كده وعايز تعملي كل اللي انت عايزاه، ومحدش يقول لك صح ولا غلط ولا الكلام ده كله. لكن بعد كده اما تكبري وتخلفي هتعرفي ان هي اكتر حد في الدنيا كان بيحبك. لان انا دايما بنات كتير قوي بلاقيهم بعتلي وبس عشان ماما بتصور بس، بلاقي بنات كتير قوي بعتلي ومامتنا ومش متفاهمين والكلام ده كله. بس صدقوني انا وماما الاول ما كناش متفاهمين خالص، بس بعد كده مع الوقت بقينا اصحاب جدا. شايفين يا بنات المكات اللي ورايا ده اللي هو لغايه فوق ده اللي انا لسه مصوره لكم، ده المفروض ان ده اللي هيبقى البرج الجديد اللي هو هيبقى اكبر من برج الخليفه. فده المكات بتاعه، يعني شكله بعد كده هيبقى عامل كده. فانتوا متخيلين على الحقيقه هيبقى شكله عامل ازاي؟ فظيع.
تعالى هنا قول لي. انا عايز سينابون. عايز سينابون؟ انت مش لسه متغدي؟ طب انا عايز سينابون. عايز تحلي يعني؟ انا عايز تحلي. انا عايزه حلي. ماشي خلاص بابا هيجيب لك سينابون اهو. مبسوط؟ ماشي اوكي حلوين. احنا خلاص اتغدينا بس دلوقتي في رحله البحث عن باث اند بادي وركس. دور عليه في الخريطه بتاعه دبي مول لانه كبير جدا وانا اصلا مش حافظاه ومش عارفاه وبتوه فيه، بس ادينا ماشيين على الخريطه عشان اقدر اوصل. يا موسى ينفع امشي كده؟ ينفع؟ ينفع يا فهد امشي كده من غير الشوز؟ انا فعلا مش قادره امشي. انت خدها كده امسكها في ايدي وامشي حافيه كده من غير شوز؟ اه والله انا شايفه كده برضه. ايه زي ايه؟ زي ازاي؟ عايز نمشي زيك يعني؟ اه زي انا حاضر هلبس الشوز. خلينا بس نتكلم شويه عن تفاصيل الشراب بتاعي. قمر امشي كده ينفع ما البس الشوز؟ اه ينفع تلبس الشوز. حاضر هلبسها. ما بحبش اجي دبي مول كتير عشان المشي. بتمشي كتير جدا لدرجه ان مامته عايز عربيه تلف. فعلا والله العظيم بجد من كتر المشي رجلي بتعذب، عشان كده ما بجيش هنا غير كل فين وفين، اللي هو اما يحصل يعني اما يحصل معجزه بقى اجي دبي مول. لكن في العادي ما بحبش اجي ابدا لاني بمشي كتير قوي. خلينا نخرج بره عشان ماما تشوف النافوره وتشوف برج الخليفه، وبعد كده بقى ننطلق نروح اي مكان تاني، لان انا هلكت من مشي جوه المول الصراحه. المصلحه الوحيده كانت ان انا جبت حاجات من باث اند بادي وركس، دي المصلحه الوحيده. انت فاكراني؟ ايه؟ انت فاكراني؟ انا فاكراك؟ انا اقدر انساك اصلا؟ اه عشان بحبك. وانا كمان بحبك. شاي. واو. شاي؟ مش قادر يمشي. فدور الام بقى ايه؟ انها تشيل. شايفه الاحمر؟ اه شايفه الاحمر. شايفاه الاحمر؟ اه. انتوا شايفينه؟ هم شايفين الاحمر. شقة شقة والله شقة. هاي محمد هلكت؟ اوكي يا حلوين كده خلاص الفلوج خلص
يا رب الفيديو يطلع طويل عشان انتوا تحبوا الفيديوهات الطويلة. تاني مفيش اي حاجة تاني كده هتتصور، هننزل ونروح لان خلاص بجد فصلنا اليوم النهاردة كان طويل قوي بجد، انا محتاجة اروح. فبس كده اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.